الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. حضرات المستمعين والمشاهدين، حياكم الله، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. ها نحن جميعا بفضل الله عز وجل سلمنا الله تبارك وتعالى إلى رمضان، ونسأله أيضا أن يسلم إلينا رمضان سبحانه وتعالى، وأن يقبل منا الصيام ويقبل منا القيام، ويشفع فينا الصيام والقرآن، هو ولي ذلك والقادر عليه. رمضان قد أهل علينا بنفحاته، بهداياه، بعطاياه، بكل ما فيه من روحانيات وهدايا وعطايا. وأنا رجل من الناس أقول إن رمضان هو موسم المتاجرة مع الله، فرصة لمن أراد الربح، وكل من عامل الله ربح، وكل من عامل الله نجح وفلح. وأيضا رمضان يعتبر أوكازيون للعبادة إذا جاز اللفظ، وكان هذا اللفظ العصري مناسبا للشهر الكريم. فالفريضة فيه تعادل 70 فريضة في غيره، ومن يؤدي فيه ركعتي سنة فكأنما أتى بفريضة. هذا من إشراقات رمضان ومن نفحات الشهر الكريم. وقد خبرنا نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. رمضان هو سيد الشهور، وامتاز هذا الشهر بسهولة جميلة جزلة حتى في حروفه، فهي حروف فردية، 5 حروف: الراء والميم والضاد والألف والنون. وقال بعض أسيادنا الكبار أن رمضان كما قيل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، قال حتى في ألفاظه تشتم رائحة السرور والهدايا والعطايا. فرمضان مكون من 5 حروف: الراء قالوا هي رحمة الله، والميم قالوا هي مغفرة الله، والضاد قالوا هي ضمان للجنة، والألف قيل أنها أمان من النار، أما الحرف الأخير فهو النون، قالوا نور من الله العلي الكريم. ودائما الأمور تؤخذ بشواهدها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فصيام رمضان فريضة من الفرائض، فرحمة بنا ربنا تبارك وتعالى يعلم أن عندنا من الظروف، وأننا عندنا من البلايا، وأن عندنا من إخواننا المتكاسلين والذين استحوذ عليهم الشيطان. تخيل لو أن هذا الشهر الكريم يكرر في السنة 3 أو 4 مرات، فمن يطيق؟ قلة قليلة من الناس. لكن هذا الشهر البركة فيه مركوزة، فكما قيل أن أوله رحمة. والعجيب في الأمر أن الرحمة قد استحوذت على الإسلام كله، كل شيء يمت إلى الرحمة بصلة أساسه في الإسلام. من أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم، ونقول يا رحمن الدنيا، لأن كل رحمة في الدنيا هي من عند الله تبارك وتعالى، ونقول ويا رحيم الآخرة، لأن رحمته يوم الدين وعفوه الكريم وسماحته الراضية المرضية تكون للخلق وهم في أشد العوز إلى هذه الرحمة. سبحان الله، فمن أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. نعم، ونحن نوحده ونحن نمجده ونحن نستمطر رحماته علينا. نعم، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه النبي الرؤوف، وأنه النبي الرحيم، حتى إن رسالته الخالدة ربنا قال فيها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
فكل شيء يمد بصلة إلى فضيلة الرحمة إنما أساسه في دين الإسلام. ربنا الرحمن الرحيم، نبينا النبي الرحيم، صاحب الرأفة والقلب اللين والعطاء الجزيل صلوات الله وسلامه عليه، كذلك رسالته الخالدة جعلت رحمة للعالمين، للمسلم ولغير المسلم، للذمي وللكافر، حتى الحيوان الأعجم نال نصيبا من هذه الرحمة. ألم تكن رحمة الله للعالمين؟ نعم، حتى الجماد الأصم استفاد من هذه الرحمة. ألم نرى في مواكب الحاج وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسعد، سيدنا عمر يقول: والله أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك، ولولا ذلك ما قبلتك. ألم يقل النبي: أحد جبل يحبنا ونحبه؟ أليست هذه جمادات؟ نعم هي جمادات، لكن الإسلام رفع من شأنها وأحاطها بنوع من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلم حجرا في مكة كنت كلما مررت بجواره قال لي: السلام عليك يا نبي الله. سبحان الله، هذه الجمادات خلقها الخالق سبحانه وتعالى ولها تسبيح، نحن لا نفقه هذا اللون من التسبيح، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، لكن مسألة التسبيح هي خالصة لله عز وجل الذي يطلع على الجهر وعلى ما يخفى. نعم، فكلمة الرحمة نحن نجدها بكثرة في رمضان، حتى تعود الناس يخرجون صدقاتهم، بل ويحرصون على إنفاق زكواتهم في أي شهور في رمضان، بحثا عن الرحمة الشاملة، استفادة من الرحمة الواسعة. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وهذا شرف عظيم، وهذه ميزة كبيرة جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المحمدية، لأن نبيها هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فهذا الكرم الإلهي خصت به هذه الأمة، لأن هذه الأمة أمة مرحومة. نعم، يرحمها الرحمن في الدنيا ويرحمها الرحيم في الآخرة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. الواجب علينا في رمضان أن نشحن البطاريات، خاصة ونحن في شوق إلى هذا الشهر، حرمنا منه 11 شهرا، وكان رمضان في العام الفائت مختلفا لا طعم له، لأن اعتدنا على أمور كثيرة، لكن شاءت إرادة الله عز وجل ومن علينا من جديد وأهدانا الفرصة، فالواجب علينا أن نأخذها بقوة وأن نكثر فيها من أداء الفرائض، ونحرص بل ونستعيد ذكرياتنا بالنسبة لأمجادنا الإسلامية. نحن نراجع القرآن في رمضان، نحن نكثر من النوافل في رمضان، نحن نخرج الصدقات في رمضان، نحن ننفق الزكوات في رمضان، ناهيك عن زكاة الفطر بعد ذلك، وكل شيء جميل. إذا رمضان هو موسم للتجارة مع الله، أنك تستطيع أن تتخلص من أدرانك، تستطيع أن تغسل كل أوساخك بالعودة، بالتوبة، بالإنابة، بالخشوع إلى الله عز وجل، بحرصك على أداء الصلاة في مواقيتها وجماعة، بحرصك على التزام السنن والرواتب في أوقاتها، وهذا من فضل الله. وأصبح القرآن الآن حمله بوسائل بسيطة وبوسائل سهلة لا تكلف عبئا على الأكتاف أو حملا فوق الظهور، إنما تستطيع في اسطوانة بسيطة أو في عدسة بسيطة أو في الأشياء الحديثة التي تواجدت في الأجهزة الإلكترونية الحديثة، تحمل ما شئت من القراءات لكتاب الله ومن التفسير لكتاب الله. ومعروف أن رمضان هو شهر القرآن، لأن القرآن بدأ نزوله في رمضان، وقيل في بعض الروايات أن كل الكتب السوالف كصحف إبراهيم، كتوراة موسى، كإنجيل عيسى، كزابور داود، قيل أنها كلها نزلت متفرقة في خلال الشهر الكريم، لكن عندنا اليقين أن هذا الشهر نزل فيه القرآن، وبنص القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم،
فالواجب علينا أن نستعد وأن نستثمر هذه الساعات، لأننا لا ندري أنصل لنهاية الشهر أم لا، لا ندري أيعيده الله علينا مرة أخرى ويكرمنا فيه بالصحة والعافية والقدرة على الطاعة والعبادة أم لا. إن الجوانح من حولنا تفتك بنا من كل صوب وحدب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج الغمة وأن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم نجنا من هذه الأمراض والأوبعة وهذه والأوبئة وهذه الأسقام وهذه السرطانات وهذه الأمراض الفتاكة التي تحصد الناس حصيدا شديدا. نسألك يا الله أن تحفظنا وتحفظ أمتنا، وأن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن ترفع الغمة عن الأمة ببركة سيدنا محمد حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.